بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 43. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. قال الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، هذا تذكير لعباده بالموت لأجل أن يستعدوا له ويفيقوا من غفلتهم. وأيضا هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مما يصيبهم من أذى الكفار، في أن الله سبحانه وتعالى حدد لهم موعدا يرجعون إليه فيه، فيجازيهم على أعمالهم وينصف رسوله والمؤمنين منهم. وهذا قريب، لأن الموت قريب من كل نفس، فلا يغتر اليهود أو النصارى أو غيرهم فيما بين أيديهم من القوة ومن البطش، فيستطيل على المؤمنين وعلى الضعفاء، فإن هناك أجلا ينتظرهم وجزاء بعده على أعمالهم، فليفيقوا من غفلتهم وليثوبوا إلى رشدهم. فهذا تذكير لكل نفس، للمؤمن في أن يتوب من السيئات ويتزود من الحسنات، وللكافر في أن يدخل في الإسلام ويترك عنه العنصرية والعنجهية والكبر، فإنه راجع إلى الله سبحانه وتعالى لا محيد له عنه. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، هذا فيه أن يوم القيامة دار الجزاء، وأن الدنيا دار العمل، فالدنيا عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل. إنما توفون أجوركم يوم القيامة. وفي قوله توفون أجوركم إشارة إلى أنه قد يعطون شيئا من الأجور في دنياهم أو في القبر، يعطون نموذجا من الجزاء على الخير خيرا وعلى الشر شرا، فما يجري في الدنيا من الشدائد والمشاق فهو من الجزاء على السيئات، وما يجري فيها من الخير فهو على الجزاء على الحسنات، وكذلك ما يجري في القبر من نعيم القبر أو عذاب القبر فهو من الجزاء، لكن الجزاء الأوفى والجزاء التام
إنما هو بعد البعث والنشور، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. القيامة هي القيام من القبور، لأن الناس يقومون من قبورهم أحيا، كما قال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فمن زحزح عن النار، زحزح يعني أبعد عن النار، وأدخل الجنة فقد فاز، أي نجا، والفوز هو النجاة والسعادة. وقيل الفوز هو قطع المفازة، والمفازة تطلق على الأرض المهلكة والطريق الخطر. فمن زحزح عن النار أو أدخل الجنة فقد قطع المفازة الخطر. ثم قال جل وعلا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تزهيد في الدنيا وبيان أنها متاع، كما قال تعالى: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وفي الآية الأخرى: متاع قليل. إن قل متاع الدنيا قليل. وفي هذه الآية: متاع الغرور بضم الغين، أي الخديعة، والمغرة هي الخديعة الخادعة. فالإنسان يغتر بهذه الدنيا أو تغره هذه الدنيا، فيحسبها دائمة وباقية، بينما هي تسلب منه في أسرع وقت، فهي مغرة ودار غرور. والغرور بفتح الغين هو الشيطان، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان. ثم قال سبحانه وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. هذا اللام، هذه اللام موطئة للقسم، قسم محذوف، والتقدير: والله لتبلون. والابتلاء معناه الاختبار والفتنة، ليتميز المؤمن من المنافق، والصادق في إيمانه من الكاذب. فالله يجري الفتن والامتحانات في هذه الدنيا على العباد لحكمة عظيمة، ليتميز الصادق في إيمانه الذي يصبر على الفتن ويتمسك بالدين، من الذي يتزحزح عن دينه وينحاز مع الفتن فيخسر الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابته فتنة، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.